كان نفسي يتكلم عن حاجة أخيرة، يعني عن فاروق الفيشاوي عايش إزاي وحده. وأنا ما أظنش أبداً إن فاروق الفيشاوي عايش وحده، وكان نفسي يقول يعني يقول لي كلمة بس صغيرة عن علاقته بحفيدته. لأن أنا اللي أعرفه إن البنت اترمت في حضن فاروق وسابت الدنيا كلها، هي بتتخانق مع أبوها وتحب فاروق وتتدلع على فاروق وتخاصم فاروق. نفسي أسمع ده من جده فاروق الفيشاوي. طبعا لينا دي حب جديد، يعني حب لم اكن اعرفه ابدا. كنت اسمع انه يعني بيقولوا اعز الولد ولد الولد، يعني ايه اعز؟ لغايه ما جت لينا اكتشفت ان هناك حب جديد يضاف لحياتك، حب لنوع خاص جدا جدا عمرك ما هتقابله الا اذا كنت جد لحفيد او حفيده. وهذا الحب اعطاني بقى الكثير جدا جدا، واعطاني امل واعطاني حياه اخرى، وانا بحبها جدا وهي بتحبني جدا وبتطوعني جدا وبتقول لي ساعات قدام الناس جده، لكن بيني وبينها بتقول لي يا فاروكس بتتدلع عليا. انا احبها قوي وهي تحبني، ربنا يخليها لنا يا رب. انا النهارده مش سيعاني الفرح، النهارده عندي اكتسبت طاقة إيجابية تكفيني عمر غير عمر اللي عشته.